وقع 17 نائبا في مجلس العموم البريطاني على عريضة تدعو لمقاطعة سباقات الفورمولا 1 في البحرين والمقررة في شهر أبريل القادم، احتجاجا على استمرار النظام الحاكم في ممارسة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والإبقاء على حبس القيادات السياسية والنشطاء. كما كانت قضية قتل الشهيد صلاح عباس من الأسباب الرئيسية التي دفعت لدعوة المقاطعة. وقادت الحملة النائبة عن حزب العمال كاتي كلارك، والتي من المرشح أن يزيد فيها عدد النواب الموقعين. كما تعقد جلسة حوارية حول سباقات الفورمولا 1 في إحدى قاعات البرلمان البريطاني يوم الخميس القادم 20 مارس الجاري. وعلمت بحرين اليوم أن المؤسسة البحرينية للديمقراطية وحقوق الإنسان بيرد بذلت جهودا مضنية على مدى الشهور الماضية في تزويد النائب كلارك بالتقارير والإفادات التي تبين مستوى الانتهاكات الممارسة من قبل النظام الحاكم في البحرين. كما قامت مؤسسة بيرد بالتعاون مع منظمات دولية بينها العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، إلى جانب المنظمات المحلية مثل بحرين ووتش ومركز البحرين لحقوق الإنسان في تدشين حملة لمقاطعة سباقات الفورمولا 1 في البحرين، بالتواصل مع النقابات العمالية والشركات التجارية والبعثات الدبلوماسية. وعلق السيد أحمد الوداعي رئيس مؤسسة بيرد موضحا أن الحملة سوف تستمر، وهو أقل موقف مطلوب من الحقوقيين اتخاذه اتجاه الانتهاكات المتزايدة في البحرين. لماذا سباق الفورمولا 1 يجب أن يتوقف في البحرين؟ هذه إحدى وسائل الضغط في حملة جدا كبيرة يقوم بها عدة نشطاء ومنظمات حقوقية من أجل توفير كافة وسائل الضغط لوقف هذا السباق.